فين في العين وفاز في الجولة الماضية. كرة تبعد من أحمد شنبيه في إمضاء لوفانور، وأحمد خليل اليوم موجود على دكة البدلاء. أحمد خليل سجل هذا الأهلي. إلى الجهة اليسرى يوسف جابر، كرة الآن أمامي من كارتابيا يشارك في هذه المباراة، وكرة إلى الأمام مروان فهد، ينطلق الآن، ينطلق مروان فهد بيلعبها، تبعد الكرة الماضية أو عدت راحة الكرة، كرة مروان فهد وتحولت إلى ضربة مرمى. خلونا نشوف كرة مروان اللاعب الشاب في اللقطة الماضية، شوف لما انطلق مروان هنا عدت الكرة، هيكل يحاول الآن بيلعبها لوليد حسين، وليد أمامية، تبعد الكرة، فيها محاولة الآن، تبدو خطيرة هذه، تبدو خطيرة هذه، وكرة الآن ومتابعة عن طريق كارتابيا لعبها كرة بدون تهديد وبدون أهداف، بالتالي حتى الآن كرة إلى الأمام، تسديدة عن طريق لوبانور، واحدة من لوبانور، واحدة منك يا لوبانور، شوف الكرة الماضية عن طريق لوبانور، استلم وسدد بعد ذلك، لكن التمركز السليم للحارس الرائع أيضا والمميز الذي الموجود لدى العميد لدى النصر، محاولة التسجيل والتقدم هنا، محاولة خطيرة، محاولة عن طريق يوسف جابر، يوسف جابر في هذه اللقطة والمحاولة، شوف اللعبة، شوف اللعبة ليوسف جابر، حاول الكرة إلى الأمام، شوف شوف التحضير، شوف الهجوم، ولكن الدفاع المحكم أيضا بالنسبة للعميد، هذه تسديدة، هذه تسديدة ومحاولة عن طريق كارتابيا، ما في حل غير، لاحظ هكذا يقول كارتابيا غير التسديد. السلة الثاني وابراهيم عيسى، كرة الآن خطرة، جول، تقدم الفرسان الآن بهدف ولا أروع، تقدم الفرسان الآن بهدف فنان عن طريق محمد جمعة، محمد جمعة يسجل أول أهداف الفرسان الآن ويفعل وبيشغل الونان، هدف رائع حقيقة، شوف شوف الكرة أساسا مقطوعة ومتابعة من كارتابيا، والمتابعة الأروع اللي كانت من محمد جمعة، الله الله على هدف ولا أروع من محمد جمعة، محمد جمعة يضع أول أهداف هذه المباراة، عيسى وليد وتحركوا الشباب مع شباب الأهلي، شوف الكرة الماضية، شوف التسديدة الجميلة جدا وداها في أقصى الجهة اليمنى، ليتقدم الفرسان الآن على العميد بأول أهداف هذه المباراة بهدف مقابل لا شيء، هدف في غاية الروعة، هدف بإمضاء جميل حقيقة عن طريق محمد جمعة، هذا اللاعب الشاب المبدع اللي كما تحدث، يرجع الكرة الآن والفرصة مستمرة لشباب الأهلي، كرة الآن عن طريق مروان، تسديدة أرضية زاحفة لكنها سهلة جدا من مروان، مروان فهد في يد حارس المرمى النصراوي أحمد شنبيه، شوف هذه كرة مروان، كارتابيا إلى لوبانور، عبد العزيز هيكل بيلعبها لكارتابيا، يبحث عن تسديدة، تفكير من أجل التسديدة، تسديدة، الله الله على وحدة يا كارتابيا، أوه يا هنا الدوري ثامن طبعا، المركز لا يليق بالنسبة للعميد، يبحث عن ما هو أجمل بكثير في هذا الموسم في بطولة الدوري، كرة إلى الأمام، يا سلام للفرسان، هذه خطيرة عن طريق أحمد عبد الله، حطها حطها، ولكن بتضيع فرصة، بتضيع فرصة ومحاولة جيدة لشباب الأهلي عن طريق أحمد عبد الله إلى خارج الملعب الآن، إلى خارج الملعب الآن، ضربة مرمى، متابعة جميلة، متابعة جميلة في الشامبيون ليج في بطولة دوري أبطال آسيا، التألق الكبير، الأهداف يعني روعة من ليوناردو، كرة الآن إلى الأمام، محاولة خطيرة تكمل، جول، أكملت في المرمى، الله 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 الله، ومحمد جمعة يتمكن من تسجيل ثاني أهداف الفرسان، هي لمسة، هي همسة، هي غمزة، وهي كرة جميلة جدا
من الجميل دائما وابدا محمد جمعه ليتمكن الان من تسجيل ثاني اهداف الفرسان. يا سلام، الله 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 على تمريره جميله جدا من لوبنور، والكره الى الامام لمحمد جمعه، كره ولا اروع حقيقه من محمد جمعه، يضع الكره في المرمى. وشوف شوف 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 الاسيست الجميل من لوبنور، وشوف الفينشنج الجميل من محمد جمعه صاحب الهدفين والتالق الكبير مع الفرسان، ليس في هذه المباراه بل في ما مضى ايضا يتالق امام المنتخب الماليزي. كره الى الامام، محمد جمعه يبحث عن الهاتريك، ومحاوله ولكن هنا صافره وخطا على البرازيلي ليوناردو، خطا في الكره الماضيه. شوف محمد جمعه ما شاء الله، يا سلام ما شاء الله على كرة جميلة. شوف هني الخط، شوف سلم واستلم استلام، وهذا الكلام ما بين ليوناردو ومحمد جمعة. وشوف حاول أيضا بأن يكون رساما في غاية الروعة مع الفرسان في هذا الموسم. هنا ليوناردو بيلعب أمام، يا سلام خطرة، جول الله، بتضيع فرصة خطيرة وفرصة الهدف الثالث للفرسان. ياهي توزيعه يا ليوناردو، اتفرج على كرة ليوناردو اللي حطها الى الامام لمحمد جمعة عاشق الشيء.